قاسم اخويا شنو هوريك لاباس الحمد لله عمر سي عمر قاعدين نحن نصوروا في برنامج جوعنا بالاسره فهمتني نشوفوا هكا العلاقات معك مع ابوك مع امك مع اخواتك فهمتني كان تحب ان تجي معنا نعمل انترفيو صغير كان نسالك شويه اسئله شنو مش نسالك شويه اسئله وكا فهمتني كان تحب تجي بعدين غاديك التكنيسيان يركب لك ميكرو هاي عايشك بارك الله فيك إذا نعود مع برنامجنا بحذنا سي عمر مرحبا بك سي عمر بك أكثر عايش كان تحكي لنا شوية على العلاقات نتاعك في العائلة يعني مع أبوك ومع أمك ومع أختك كيفاش تحس في علاقاتك بينات أكبر خلاف صار لك أنت والوالد تتفكروش أكبر خلاف عام البكالوريا ممكن معناها خلاف كبيرة خلاف كبير معناها وانت تأثرت بيها خلاف كبير وانت تأثرت بيها قعدنا بيريود معناها ما سالين صحة ما عادش نحكي اي وانت يعني وقتها شكيت في برشا حوايج شنو شكيت في برشا حوايج اذا ايها السيدات والسادة فاصل اشهاري ونعود مو باش نعمل شويه تشويق فهمتني خاطر فما تو اشهار طلع يعني نعمل شويه تشويق باش العباد تقعد تستنى تشويق مالا بلاصتك هنا اين ابي دوزيالي اين ابي اذا نعود مع عمر الذي يعيش ازمه نفسيه مع والده ازمه نفسيه شنو أزمة؟ عمر وقتاش انت كيفاش تعيش فيها الأزمة النفسية هذه؟ شنو أزمة نفسية؟ الأزمة النفسية الكبيرة مع والدك كيفاش تعيش فيها؟ شكون حكيت لك أنا على أزمة نفسية؟ ما قلت لي عارف فما خلاف كبير وقتاش صار الخلاف الكبير هذا؟ هذه خلاف عادية الحكاية إيه يعني أنت في الحكاية هذه توليت تشك اللي بوك موش بوك شبيك يا إنسان لاباس أنت؟ إذا فصل إشهاري ونعود مع الأخ عمر لا خبرك للتشويق كيفاش تصوري؟ للتشويق اسمع كيفاش تصوري؟ يا ودي شبيك؟ بعد تو نقولوا بوك يا ودي ما أقسم بالله بعد مش شبيك؟ بعد مش نقولوا بوك يا وبوك نعملوا شوية تشويق أنا بوك نعم هذه اسمعني لحظة هذه صورته تو لا لحظة برك لحظة برك إشهار 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 اسمعني بعد والله ما نتحرك من هنا يعني كما ما يا ودي في افهمني 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 أزمة لحظة في الأخر بوك أنا أين أبي في الشبيه انت شكون تشبه اكثر لامك ولا البوك ما تشبهيش الما يعني بوك ما تشبهلوش لا هي الحكايه هذه مقلقتك شويه ايه نورمال با انا ابي 3 اذا نعود مع برنامج أين أبي؟ مع أختنا راوية تحكي بجدك يعني كمل شوية تشويق تروح نطلع لك بيبيسيتي باش العباد تقعد تزيد تفرج فين بيبيسيتي تشويق شنو فين أين أبي نتاعك؟ أين أبي؟ برنامج اسمه أين أبي؟ يلوجوا عباد يلوجوا على بيتهم لا ما قلتليش تحكي بجدك وتفرج برنامج اسمه أين أبي؟ أخي بالرسم تحكي؟ إي لوجوا على بوانت أنا جيت أفترس إي يا اخي سمعت انت متفرج عليهم البرامج هذوما جاب تفضحني لا مش نفع لا لا احنا دي بانا انا مش مع بار انا اي هي انزل احنا تو نشوقوا في المتفرجين رقم بوك انت دي بوك انزل انزل احنا تو نشوقوا في المتفرجين نشوقوا فيهم انا نشوقوا فيهم نشوقوا المتفرجين بيسي لا اخر الحلقه في اخر حلقه مش نقولوا البوك اللي هو اي هي قولوا لي لا لا تحكي بجدك توت شنو هي لاباس لا 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 اوزوزلي في اخر حلقه مو بعد نحن نعملوا الديين ونعملوا كل شيء وبعدين تلعبوا الديين في الاخر عندي ما اقول لك تشبيك انا مش كيما عندي ما اقول لك عندي ما اقول لك في استوديو اما احنا في الشارع قدام العبيده تعس تفرج العبيد تفرج العبيد بعد مش قاعد يسمعوا فينا اين ابي يا جورج اين ابي اذا نعود مع برنامج اين ابي مع الاخت راويه عايش خويا فاش تحكي شنو اين ابي اذا يتواصل برنامج اين ابي مع الاخت راويه تحكي بجدك وكيما قاعدين نشوفوا راويه تعيش في ماساه مأساة ليه؟ كبيرة برشا شو حتى مأساة وتحب تعرف بوها الحقيقي شكون هو؟ لا مأساة لشيء شو مأساة؟ اسمعني أغلق ما تقول شفها مفهم اسمع احنا في اخر حلقة مش نقول اللي هو ابوك كنتي اللي انت عايشة معه تو لا 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 هيك هيك تو مانيش عالي انا سكر لي البرنامج فهمتني انا عندي مقاطع مش قالها الراجل ما كيفاش نعمل احنا برنامج سيدي ربي الصباح كيفاش نعمل احنا برنامج اعمل برنامجك بابا حكيت لعبيت على البرنامج عام برنامج نعمل برنامج, برنامج الحيوانات البريه تشبيك برنامج صار فاهم الناس تشبيك احنا مش برنامج ولا على بوك انت مش لازم يا دي بوي قاعد في الدار بوي قاعد يركل في التيك افهم 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 خاطر باع في حماس خليته بالحكي لاباس الاخر ما فيش بيك نرفز اجي يا بنت مفضلك سيدنا نفسي سامحنا سيدنا نفسي نخرج من عينيا بيه
برامج اجتماعية في الكاميرا الخفية.